ويلكم باك من جديد في القناة، حيث نقوم هذه المرة بتفعيل كويست Lost in a Foreign Land، أي الضياع في الغربة، والذي يتكون من جزئين. وللحصول على الجزء الأول سيتوجب فقط التليبورت إلى هنا، حيث سنلتقي بكاترينا والتي يجب هزيمتها لتفعيل الكويست. وكل ما سيتوجب فعله هو اتباع المؤشر ثم العودة إلى مخيمها في اليوم التالي، أي يوم حقيقي، حيث نحصل على الجزء الثاني. وبشكل عام هذه المهمة تتكلم عن نيكولاي، الأخ الأصغر لكاترينا، والذي ضاع في الكازم أثناء القيام بمهمات منظمة فاتوي. المهمة بشكل عام سهلة جدا، فقط كل ما يجب أن نعلمه أنها مجزأة على يومين، وفي اليوم الثالث إذا جئنا لمكان مخيم كاترينا بعد إتمام المهمة فلن نجدها. وحتى نعرف ما حصل لبقية القصة يمكن التليبورت إلى هنا، حيث نجد بقية مذكرات نيكولاي، والتي ستكشف لنا هل كان نيكولاي خائنا للمنظمة وقام بتركها، أم أنه كان حقا ضائعا. وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية الفيديو، وإلى اللقاء في فيديوهات أخرى بإذن الله.